نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة النانو باي تكنولوجي. مثل ما تعرفون طلاب وصلنا لهذا السلايد، وهو الجسيمات الشحمية والدندرايت هي من التراكيب النانوية مصنعة لاستخدامات وتطبيقات بيولوجية. تطبيقات النانو باي تكنولوجي من ضمنها أول التطبيقات هي النانو فور تكنولوجي، تقنيات الثقوب النانوية. هذه اللي قلنا لكم يستخدموها حتى يعرفون تسلسل التتابع الحمض النووي. فأما راح تكون هذه الثقوب يا أما ثقوب بيولوجية يعني باستخدام أغشية أو مواد بيولوجية، أو سولد ستيت بور الثقوب على سطوح صلبة، أو النانو ميديسين الطب النانو، أو تقنية النانو الجزيئية والتطبيقات التشخيصية والثيرابيوتيك أبليكيشن التيشيو الهندسة الأنسجة. هذه كلها من تقع ضمن تطبيقات النانو بايو تكنولوجي. إذن الجزء الثاني من محاضرتنا هو تطبيقات النانو بايو تكنولوجي. أول تقنية هي النانو بور تكنولوجي. ندخل إلى البيولوجيكال بور الثقوب النانوية أو المسام البيولوجية. يعتمدون هذا البيولوجيكال نانو بور سيكونسينج تسلسل الثقوب النانوية البيولوجية على استخدام الترانس ميمبرين بروتين بروتينات الغشاء المسمات بورين. فيصنعون هذه يصنعون أجهزة هذه المسامات يستخدموها حتى يصنع هذه الثقوب موزعة على هذه الأغشية، وتكون هذه الأغشية مسامية، فتكون هذه الثقوب بحجوم نانوية بالنانوميتر وموزعة عبر الغشاء. فمن يدخل مثل ما قلنا لكم احنا يستخدموها بالسيكونسينج، فمن تدخل الدي ان اي لها يعني تكون تمشي ببطء، هذه الحمض النووي يمشي ببطء حتى يعطينا وقت كافي يحلل الحمض النووي او الدي ان اي او الرايبوسومال دي ان اي داخل هذه مسامات الاغشيه هذه الدهنيه. من ضمن هذه الانواع يستخدمون الالفا هيمولايسين، هذا البروتين اللي يحلل الخلايا الدم. فإذا النوع هذا الألفا إلى يعني أظهرت الدراسات إنه يقدر يتعرف على القواعد الأربعة اللي تكون الدي إن إيه، فيمررون بتيار أيوني ويقيسون ويحددون هذه القواعد. يعني مثل جهاز اللي احنا قلنا لكم احنا من نشخص نسوي سيكونسنج للدي ان اي بتقنيات متعدده عندنا احنا، اذا انتم ماخذيها بالجزيئي من يعلمون هذه القاعده ويقطعون الدي ان اي وراح يكون لنا تسلسل معين. هنا راح يستخدمون هذه الاغشيه حتى تحدد لنا تسلسل القواعد. فمن خلال الدراسات يعني والبحوث مثل ما قلنا لكم استخدموا هذه الثقوب النانوية البيولوجية حتى يحسنون عمليات تشخيص وتوصيف البكتيريا يعني بالطرق الاعتيادية، من يقطعون الدي ان اي حتى يعرفون تتابع الحمض النووي لفلان بكتيريا، يشخصون تشخيص الجزيئي انه افرق هذه البكتيريا عن هذه البكتيريا، هذا الصنف هذا النوع السبيشيز والجينس مالتنا. فالنانو بور تكنولوجي هي فتحات صغيره تسحب الدي ان اي ومررون تيار ايوني داخلها، وهذا التيار يتغير عند كل قاعدة، وبالتالي يقرون نوع هذه القاعدة تسلسل كامل بدون تقطيع للدي ان اي، لأنه بالحالة الاعتيادية كنا لازم نقطع الدي ان اي ونعلم نخلي بروب، وهذا البروب يضاء على كل نوع، ولازم يجينا عالم بالبايو انفورماتكس ويحلل لنا النتائج ويعطونا اياها. هاي هنا لا، مثل ما قلت لكم ثقب يسحب الدي ان اي وتيار ايوني يتغير ويا كل قاعدة ويربطوا بالسوفت وير
هذا السوفت وير معتمد للتشخيص بالأبحاث، طريقة سهلة. ومثل ما قلت لكم يمكن الجهاز يكون بقد كف الإيد. المواصفات يكون دقيق للغاية ويكون قابل للتنظيم يعني، وقدرة عالية على التنظيم، والهيكل يكون ثلاثي الأبعاد لأنه إحنا نستخدم مواد بيولوجية من ضمن هي الأغشية الدهنية، أو مثل ما قلت لكم مثال عليه يستخدموا الألفا هيمولايسين. هسه عندنا السوليد ستيت، الحاله الصلبه. هنا بدل ما يستخدمون البروتينات ذات المسام النانويه يستخدمون الحاله الصلبه، يعني ركائز راح يكون مثل المعدن او سبائك. هذه المعادن او السبيكه تحتوي على ثقوب بحجم النانو تسمح بمرور الحمض النانوي، مثل ما تشوفون بالصوره هنا شريط الدي ان اي، هذا شريط الدي ان اي يدخل داخل هذا الثقب اللي يكون من البوليمرز، يكون هذا النانو بروب، وهذا شريط الدي ان اي ويربط على الحاسب المونيتر وبالسوفت وير يقران تسلسل القواعد. هذه الثقوب التقنية تحتوي انه تقنية تحديد Biomolecular Nanopore Detecting Technology، تميز تستخدم للتمييز السريع بين القواعد أو خيوط الـ DNA المتطابقة تقريبا، يعني يستخدمها في عملية التشخيص من دقيقة للعالية للغاية مثل ما قلنا لكم، يعني الحجوم النانوية. يسحب هذا الثقب الحمض النووي من داخل المسام، يكون حجمه بين 1 إلى 2 نانومتر، ويعمل هذا الثقب ككاشف حساس sensitive detector. هاي تكنولوجيا استخدموها للكشف عن الطفرات الحمض النووي DNA mutation، وكذلك الـ DNA polyode اللي هي متعدد الصبغيات، يعني هنا انه الكائن يحتوي على 3 نسخ من الكروموسومات. هذه مثل ما يكون بالحالة الأولى من اللي يصير بالانقسام الاختزالي من يضاعف العدد الكروموسومات، فيكون عندنا حالة وجود 3 أضعاف أو أكثر من العدد الكروموسومات، يعني يحدث هذا بصورة طبيعية مثل ما قلت لكم بالانقسام الخلوي الاختزالي، أما مرات يكون بالانقسام الخلوي أو بسبب بالنباتات تحدث نتيجة مواد كيميائية مزارع الخلية نتيجة تأثرها، فهذا نكشف عنه بهذه التقنية. أيضا بالأنسجة البشرية شديدة التباين بالكبد، عضلة القلب، نقاع العظم. فهنا يفرق بين الحالة البيولوجية والحالة الصلبة في تقنية النانو بور سيكونسينج. الطب النانوي النانو ميديسين، هنا تطبيقات الطبية للنانو تكنولوجي، واحنا ما شاء الله مثل ما ذكرنا احنا عندنا هواية تطبيقات، يا اما تكون ديتكشن كشف او معالجة او وقاية من الاضطرابات البيولوجية البيولوجيكال ديس اوردر على المستوى الجزيئي باستخدام الأجهزة النانوية المهندسة او التراكيب النانوية، يعني أجهزة نانوية موجودة احنا مصنعيها، أجهزة بيولوجية مهندسة بطريقة نانوية نصنعها من مواد نانوية صغيرة، وهذه المواد احنا اعتبرناها كأجهزة تكون هذه الأجهزة نستخدمها في الديتكشن أو التريتمنت أو الوقاية من الاضطرابات البيولوجية. هسه مثل ما تشوفون طلاب مثل واضح عندكم بالصورة، هذه المسطرة من 1 نانومتر للألف نانومتر، هنا حددوا لكم هذه الأجهزة النانوية
بدأوا بالدينيدرايم المتشجرات النانوية والبوليمر ثيرابيوتيك، الميتال نانو بارتيكل، النانو كريستال، الهناية المذيلة، الهناية أو الجسيمات الشحمية الليبوسوم، النانو سوسبنشن، العالق النانوي. فشوفوا الحجوم انه هنا انطانا مثال الهيموغلوبين قطرة 6.5 نانومتر، الانتيبادي يوصل لي 12 نانومتر، انفلونزا فيروس 130 نانومتر. تقل التطبيقات بالطب يا اما تكون دياجنوستيك تشخيصية او تكون ثيرابيوتيك علاجية. التشخيصية تكون imaging تصوير، الكوانتم دوتس النقاط الكمية مثل ما قلنا لكم احنا نطلقها على الأورام، وراح تومض باستخدام احنا نطلق عليها أشعة تحت الحمراء أو أشعة، وتكون هذه النقاط الكمية تومض داخل هذه وتتحسس لنا هذه الأورام. المايكروسكوبك سامبلينج بأخذ العينات المجهرية هنا نطلقها وناخذ عينات من الخلايا، وايضا ديتكشن اوف ايرواي انه هنا متحسسات او ادوات تحليليه نانو سنسر للمجرى التنفسي. او المجرى الهواء بصوره عامه. هنا الثيرابيوتيك علاجيه ان يكون delivery of medication to exact location، توصيل الدواء للمكان المحدد. Killing of bacteria, virus and cancer cell، قتل الخلايا والبكتيريا، قتل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية. إصلاح الدمج تيشو، إصلاح الأنسجة التالفة، نقل الأكسجين. أيضا أنه يستخدموها في أنه بعض النانو بارتيكل تطلق الأكسجين مجرى الدم. العناية بالبشرة والأسنان، هنا تضخيم جهاز augmentation of immune system. augmentation of immune system هنا انه تقوية الجهاز المناعي، تحسين قدرة الجهاز المناعي. والبرين enhancement ايضا تقوية المخ. محسنات او مواد بالتصوير الشعاعي، طلاب بمصطلح الدياجنوستيك هنا يطوروا الكثير الكثير من أجهزة الرنين باستخدام التطبيقات النانوية. فمثل ما تعرفون أن المادة من تكون بالمقياس النانوي تختلف خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبصرية، فطوروا طرق تركيبية تحكموا بدقة وحجم المواد الجسيمات النانوية حتى يضبطون خصائص الامتصاص والانبعاث، تعديل سطحها يعني يسوي لها تحوير حيوي لهذه الجسيمات، حتى يساعدون على ارتباطها بالجسيئات الحيوية المستهدفة، يعني تصير مثل أنظمة استشعار. فحسنوا إمكانيات هذه الأجهزة في التصوير الجزيئي باستخدام هذه المواد النانوية. أيضا استفادوا من شحنة هذه الجسيمات وحجمها وشكلها من تكون بالمستوى النانوي حتى يوصلون التوصيل الفعال للهدف المطلوب، يعني محبة للماء، كارهة للماء، يربطوها ببروتينات مصل يدخلوا لجسم الحي حتى تبقى فترة أطول بجهاز الدوران حتى ما تتحلل. كل هذه التحسينات والتطبيقات يعني استخدموا كثير من المواد النانوية من ضمنها قلنا الجسيمات الشحمية، المذيلات، الدندرايم، المتشجرات، النقاط الكمية، أكاسيد المعادن أيضا يعني النانو أكسايد لأي معدن استخدموا بالتصوير الطبي الحيوي بالأمراي اللي تعرفوه هو تقنية تصوير طبية غير جراحية، استخدموها بالطب السريري، التصوير بنية ووظيفة الأنسجة في مجال هذا الكلام اللي قلناه اللي هو في مجال الدياجنوستيك أبليكيشن لتصوير تحسين أجهزة التصوير
للجسم الإنسان أو أي بدي موجود. Improving imaging، النانو بروب، المجسات النانوية هذه اللي استخدموها اللي تلتصق بجزيئات الجسم مثلا الانتي بادي وراح تومض وتنبعث منها مجال مغناطيسي اللي ما ترتبط البروب اللي ما راح يرتبط بأي أي شيء راح ما راح يخلق لنا مجال مغناطيسي قابل للتحديد، يعني ما راح نقدر نحدده لأنه هذه الجسيمات غير متصلة غير مرتبطة. يعني أني أنطي هذا البروب أنه يرتبط بفلان جزيئة فرق، يعني يرتبط بالخلايا الورمية فرق عن الخلايا السليمة، فإذا هو ما ارتبط فما راح يخلق لنا مجال مغناطيسي أقدر أني أحدده أو ما يخلق لنا المجال المغناطيسي الومضات اللي أقدر أشخصها، فإذا يكون محدد. فلهذا إحنا راح نطور هذه أجهزة التصوير الطبي الحيوي باستخدام جزيئات أكاسيد الحديد مثل ما قلت لكم، جسيمات شحمية نانوية، أي مثل ما تعرفون الـ MRI الرنين المغناطيسي هو تقنية تصوير طبية غير جراحية، فإحنا إذا استخدمنا الأشعة السينية مقارنة به انه يوالم ويعطينا فحص لنسيج معين، نقدر احنا بوجود المواد النانوية اللي تحسن من كفاءة هذه الأجهزة حتى ترتبط لنا بالأورام مهما كانت صغيرة. فهنا عندنا انه هذه النانو بروب تقدر ترتبط وتحدد لنا الأورام مهما كانت قليلة بالحجم. هنا يقدروا يصنعون الميكروسكوبك ماشين، هذه الآلة المجهرية تتجول بمجرى الدم وتقوم بحقن، يعني يا أما انجكت مادة معينة أو تأخذ لنا سامبلينج مثل ما قلنا لكم إحنا بالميكروسكوب سامبلينج، إنه تأخذ هذا السامبل حتى تأخذ هذه العينات حتى نقدر نتعرف عليها ونحدد تراكيز المركبات المختلفة داخل هذا الجزء، يعني إنه مثلا داخل هذه الخلية شنو المركبات وشنو تراكيزها. أيضا صنعوا نانو روبوت يستنشقوا هذا النانو بورت إنه يوصل إلى مستوى يعني عميق داخل الرئتين، يعني يدخل للحويصلات الهوائية يلتصق بهذه الأنسجة بسطوح هذه الأنسجة ويكون عندنا مثل المجسات ويعطينا تصوير لهذه المنطقة. بعض الأمثلة طلاب من استخدموا الفئران التجريبية وحسنوا مثل ما قلنا لكم جهاز الرنين المغناطيسي باستخدام أكاسيد بعض المعادن، إنه النقطة الأولى اللي قلنا لكم إنه يخلق مجال مغناطيسي إذا ارتبط وإذا ما ارتبط ما راح يخلق لنا هذا المجال المغناطيسي، يحددون بها أورام الدماغ، يحددون إنه يرتبط بإنزيم أو بروتين معين، هذا البروتين ينفرز بنتيجة ورم معين أو نتيجة خلل معين، فيشوفون بعضها متحسسات للبنكرياس أيضا عمليات التصوير، لأن مثل ما قلنا لكم بعض الأجهزة يستخدمون مواد سامة، يعني مثلا شو نقول لكم مادة ملونة صبغة معينة ويفحصوا للشخص هذه الصبغة تكون لها تأثير سام على الجسم، أما إذا هم يطورون ويستخدمون هذه المواد النانوية حتى يحسنون كفاءة هذا الجهاز بالتصوير ليستهدف مستقبلات معينة، يعني مثلا إن أنا بالبنكرياس أنا راح أستهدف مستقبلات معينة بالخلايا الطبيعية، إذا هذه المستقبلات ما راحت يعني ما موجودة انخفاض أعدادها إذا البنكرياس عنده حالة مرضية. التصوير يعني باستخدام المواد النانوية
إلى كفاءة عالية عالية جدا طلاب. الأجهزة اللي يأخذون بها السامبلينج حتى يقيسون التراكيز المعينة، كل هذه تطبيقات واسعة لاستخدام المواد النانوية. الثيرابيوتيك أبليكيشن، التطبيقات العلاجية، النانو بايوتكنولوجي إلى قدرة على إيصال الدواء المستهدف، إلى يعني إيصال الدواء المستهدف إنه يوصلون الدواء إلى الموقع المحدد مع آثار جانبية أقل، يعني أثر على الخلية معينة دون الخلايا الباقية في الأنسجة. يعني أنا أستهدف هذه الخلية اللي تكون بها ضرر خلل معين، ما أستهدف الخلايا الطبيعية المجاورة لهذه الخلايا. من أمثال هذا الأورجانيك دندرايم، المتغصنات العضوية أو المتشجرات العضوية. هذه هي نوع من الجزيئات الاصطناعية، تكون بحجم البروتين تقريبا، تكون مثالية لوظيفة، شنو هي وظيفتها؟ إيصال الدواء. والهول بوليمر كبسول، كبسولات البوليمر المجوفة. فمن اللي قلت لكم هنا يستخدمون الدينترام ليش؟ باستخدام المجاميع الفعالة إلى مثل ما قلنا لكم هو شنو متكون هذا الدينترام، إنه يكون من لب ومنطقة داخلية وفروع متفرعة اللي تحتوي على الأطراف المجاميع الفعالة، استخدامه بتوصيل الدواء. والهول بوليمر كبسول، كبسولات بوليمر مجوفة، هذه هي تكون مثل حبيبات زجاجية مطلية بالذهب، تكون هذه تتحسس الأشعة اللي تحت الحمراء اللي تكون قريبة من الضوء الاعتيادي. هذه انه هي هذا شلون قذائف الذهب، انه اني هذا قذيفة الذهب استهدف بيها خلية واوجه عليها أشعة تحت الحمراء، هذه الأشعة افتت بيها هذا الورم، استهدف بها هذا الورم، انه هذه القذيفة تخلص لنا من هذا الورم، نوجه عليها. يعني يمكن اعتقد انه هذا الذهب انه هذه درجة الحرارة راح يحمى، وبذلك انه يفجر لنا هذه الخلية، يقتلها ويحرقها هذه الخلية ويتخلص من الآثار اللي الجانبية نتيجة استخدام الأدوية الكيميائية. إذن يستخدمون استخدامات الثيرابيوتيك هو destruction of harmful full eukaryotic organism الكانسر سيل، يعني تدمير الكائنات، تدمير الكائنات الحية حقيقية النواة الضارة اللي هي الخلايا السرطانية. النانو بروب، مسبار النانو اللي يولد، يمكن أن يولد إشعاعات، يمكن أن تقتل البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية. هنا يستخدمون أنواع من الأجهزة. فإذن النانو تكنولوجي، تقنية النانو تسمح من الناحية النظرية، تشوفون طلاب من الناحية النظرية، يعني بعدها كلها بطور البحث، انه نحاكي العمليات البيولوجية الطبيعية مثل اصلاح الانسجة التالفة. مثل ما قلنا لكم انه انحاك شلون انه اعاده انتاج نسيج معين، امثال من الحيوانات اللي تنقطع عندها جزء معين وترجع تنمي هذا الجزء، فيحاكون هنا محاكاة لهذه الوظيفه اللي موجوده بصوره طبيعيه، ويساعدون على اصلاح الانسجه التالفه. فاستخدام using نانو تكنولوجي يستخدموها لبناء سقالات، هذه من الجزيئات الاصطناعية artificial molecule،
اللي تبني يعني هذه ما تلتصق بالخلايا العظمية البون سيل وتنمو العظام المكسورة وتلتئم بشكل أسرع. يعني هنا مثل الجبيرة طلاب، جبيرة النانوية إذا كان الكسور، بعض الكسور مثل ما تعرفون أنتم، يعني بعض الكسور خصوصا لكبار السن إذا كسر بالحوض، لو يلتئم بوقت طويل أو ما يلتئم بصورة نهائية، هنا راح تكون هذه الجبيرة أنه مادة جيلاتينية ويحقنون بها مادة نانوية، هذه المادة النانوية تصير شلون السقالة أو اللي راح تتجمع بها هذه الجزيئات الصناعية وتحفز هذه الخلايا العظمية على النمو، تلتصق بها وتنمو، تساعدها وتحفز نمو العظام وتكوين العظام بهذه المنطقة. فهذه الجبيرة تساهم على أنه تكون التئام العظام المكسورة بشكل أسرع. Transport of oxygen، نقل الأكسجين داخل الجسم عن طريق تكوين خلايا الدم الاصطناعية. مثل ما هاي كلها ثيوريتيك طلاب، نظريات، يعني قسم من عندها بيطور التطوير يعني ما مطبقة، قسم من عندها تطبيقها مخفي عنا. في شفاء أيضا لعلاج وشفاء الأمراض الجلدية راح يستخدمون كريمات، هذه الكريمات تحتوي على النانو روبورت اللي يستخدم حتى يقوم بوظائف معينة. أولا يا أما يقوم بإزالة كمية من هذا الجلد الميت، يعني يقشر هذا الجلد الميت، يزيل هذا الجلد الميت، أو يزيل يتخلص لنا من الزيوت الزائدة ويضيف لنا missing oil، يعني أكو إضافة زيوت مفقودة إلى هذه المنطقة الجلدية، ويعني يوضعون بكميات مناسبة من المواد المرطبة الطبيعية. يعني استخدامات يا أما تكون علاجية أو استخدامات تجميلية. هذه الكريمات اللي إذا سامعين بها، مو الخلايا الجذعية طلاب، المواد الكوزمتكس، يمكن هنا هذا فقرة خاصة للبنات، أنه الكوزمتكس يضيفون إلى مواد نانوية، هذه المواد النانوية تخترق البشرة وتضيف لنا يا أما تتخلص لنا من الجلد الزائد، أو تضيف لنا زيوت مفقودة لهذه المنطقة، أو تتخلص لنا من جماعة البشرة الدهنية، تتخلص لنا من الزيوت الزائدة أو الأوساخ. يعني يمكن أظن بعمليات التقشير أو عمليات إضافة ترطيب معين لجزء من الجلد، منطقة معينة. وهذا أعيد وأكرر، كل هذه نظريات طلاب، يا ترى يمكن بعض الأحيان مطبقة أو غير مطبقة، العلم عند الله يعني. بس أكو بعض الكوزمتكس الموجود يستخدمون به، يعني قارية أنه جسيمات شحمية، لايبوسوم، نانو بارتيكل، أو موجودة هذه بتقنية النانو، هذا عمليات تنظيف البشرة بالنانو، بعض مراكز التجميل تستخدمها، يعني حتى بزراعة الشعر أيضا دا يستخدمون مواد نانوية تنطلق للحويصلة اللي يطلق هذه المواد اللي تحفز على نمو الشعر. تطبيقات كثيرة لها بالتطبيقات العلاجية. هنا تكمل التطبيقات العلاجية مثل ما تشوفون، أول صورة هو استخدامها بالغسول الفموية اللي يستخدموها أطباء الأسنان.
هسه اي طبيب اسنان تروحون عليه المواد يستخدمها، يقول لك هاي مواد نانويه انا استخدمها حتى ازيل الجير والبلاك اللي موجود من الاسنان باستخدام مواد نانويه. الاجهزه المتطوره انه هنا يستخدمون الات نانويه ذكيه جدا حتى يحددون نوع البكتيريا المسببه لامراض اللي تاثر على اللثه والاسنان ويدمروها هذه البكتيريا، مع السماح للفلورا الطبيعيه اللي موجوده. تعرفون انتم اكو فلورا طبيعيه موجوده بالاسنان، يعني ما راح يستهدفها هذا الغسول، فتكون بيئة الأسنان بيئة صحية. هذه هي الميديكال نانو ديفايس بالصورة الثانية اللي قلنا لكم راح تحسن الجهاز المناعي، تقوي الجهاز المناعي من خلال إيجاد وتعطيل البكتيريا والفيروسات الغير مرغوب بها، يعني مثل يحسن عملية الماكروفاج، البلعمة، كلها إنه يحسن مستقبلات الجهاز المناعي. هذا الجهاز المناعي، هذه الروبوتات أو النانو ديفايس راح تقوي عندنا الجهاز المناعي حتى يستهدف هذه البكتيريا والفيروسات الغير مرغوب بها. والصورة الثالثة هي لبعض استخدام تقنية النانو حتى يدمر لنا هذا الورم الصغير باستخدام النانو روبوت. يعني ميكانيكال حفر ميكانيكي لهذا الورم الصغير بواسطة روبوت نانوي. مولكيولار نانو تكنولوجي، تقنية النانو الجزيئية. نانو تكنولوجي يتضمن إنشاء أنظمة ميكانيكية معقدة من المستوى الجزيئي. فنستهدف المواد الجزيئية حتى نصنع المواد النانوية. فمثال عليه الدي ان اي، مادة دي ان اي تكون مادة مثالية لبناء الآلات النانوية، نظرا لشنو صفات الدي ان اي، انه ستيفنس صلابته، التفاعلات الانترال مولكيولار انتراكشن اوف دي ان اي معروفة عندنا وممكن التنبؤ بها بسهولة، والتجميع الذاتي للدي ان اي، كل هذه الصفات استخدموا المادة النانوية، استخدموا كمواد بناء لتصنيع المواد النانوية. فاذا هو المولكيولار نانو تكنولوجي انه شلون اني استخدم الدي ان اي لتصنيع المواد النانو، اعتبره كقالب لتصنيع المواد النانوية، لان احنا قلنا اصلا الدي ان اي مثل ما ذكرنا بالجزء الاول من المحاضرة هو بايو نانو بارتيكل، جسيمة نانوية حيوية، وما إلى ذلك أنه أنا أقدر أصنع خيوط نانوية، دي ان اي نانوي أنا أصنعها. هذه كل هذا لأن الفعاليات اللي الانتراكشن اللي داخل الدي ان اي، يعني الأواصل اللي تربط القواعد، كل هذا أنا داخل بي وفاهمة، أقدر أتنبأ بيه انه هذا الدي ان اي من اجزاء صغيره يحتوي على جينات هوايه، هذه الجينات تترجم لبروتينات وانزيمات معينه، يعني ميكانيكيه هائله موجوده بالدي ان اي، اني اسخرها هذا كل هذا الدي ان اي حتى اصنع مواد نانوي، وبنفس الوقت اصنع مواد نانويه مفيده بالتطبيقات الطبيه. عندكم مصطلح النانو روبوت، النانو روبوت يستخدموه، يعني يطلقون عليه طب المستقبل، medicine of future. شنو هو النانو روبوت؟ هو نانو ديفايس، هي أجهزة نانوية تستخدم لصيانة و maintenance or protection of human body.
حماية جسم الإنسان، حماية وصيانة جسم الإنسان. أبعاد هذا النانو روبوت من نص إلى 5 مايكرون قطرة، وطوله من 1 إلى 10 نانومتر. مثل ما قلنا لكم طلاب، أكو أبعاد قلنا إكس وواي وزيت أبعاد النانوية، إنه يكون واحد من هذه الأبعاد، العفو المادة، إذا كان بعد واحد ضمن المستوى النانوي فإحنا نقول أحادي الأبعاد، إذا كان بعدين ضمن المستوى النانوي، يعني مثلا الطول العرض يكون يا أما الطول يا أما العرض يا أما القطر ضمن المستوى النانوي. يمكن تشغيل هذه النانو روبوت. أول مثال، يعني أول سؤال لكم يتطرق أنه أنا هذا النانو روبوت شلون راح أشغله، شنو المحرك اللي راح يشغل هذا الجهاز؟ يا أما هذا الجهاز يتشغل عن طريق بالطاقة المستخلصة من ميتابوليزم، أيضا الجلوكوز والأكسجين حتى نحصل على الطاقة. هذا هنا راح يكون شنو؟ انه طاقة مكانية، انه اني احصل انه هذا النانو روبوت راح يصير استقلاب او ايض لهذا الجزيئة الجلوكوز اللي موجودة او الاكسجين حتى احصل هذه الطاقة. ايضا هذه النانو روبوت ربطوها بكمبيوتر، هذا الكمبيوتر يكون يعني يرسل اشارات، هذه الاشارات انه يخلينا اكثر من عمليه حسابيه باقل من ثانيه، يعني وصفوه مثل جهاز بسيط يجرينا اكثر من عمليه حسابيه في اقل من ثانيه. يوفر لنا شبكة ملاحية، يعني يحدد لنا مواقع عالية الدقة، يعني بصورة أخرى أنه شبكة ملاحية لدقة عالية في تحديد المواقع. هذه استخدامات النانو روبوت، أنه مثلا أنا أخلي هذا النانو روبوت مثل ما قلنا لكم بنبات معين، بحيوان معين، بخلية معينة، وهذا راح ينطينا أي يعني دقة عالية للتحديد للموقع، شبكة ملاحية، ويكون يمكن الطبيب حتى يعني يتبع الأجهزة المختلفة اللي موجودة بجسم الإنسان. يعني أنا أخلي مثل ما صار إنه أنا أوجه هذا النانو روبوت إلى خلية معينة، يعني ألحقنا بالدم، وبعد ما حقنا بالدم يصير سيركوليشن المجرى الدم ويروح لخلية معينة، فيقدر هذا الطبيب إنه يصير مشان الناظور إنه يتبع خلية معينة أو عملية معينة باستخدام النانو روبوت بعد ما يربط بالكمبيوتر. هذه الروبوتات تكون قادرة على التمييز بين الخلايا المختلفة عن طريق فحص شنو؟ فحص مستضداتها، يعني تعرفون انتم مثل ما تعرفون الانتيجين، السيرفس انتيجين اني استخدمه يصير تشيكينج لهذا السيرفس انتيجين باستخدام النانو روبوت، فيميز لنا خلية عن الاخرى. وبمجرد ما ينهي مهمته هذا النانو روبوت يمكن انه نسترجعه انه هو يتاثر يعني بتغير بي اتش، او انه احنا ان يعني نرجع نسترجع هذا النانو روبوت انه يدخل عن طريق الجهاز الاخراج البشري، قنيات الاخراج البشري بصوره اعتياديه، يطلق عن طريق الخروج ويقدر بعد ما انه ينهي مهمته. هذا يستخدمونه
مثل ما قلنا لكم انه مثلا كبسوله يبلعها او حقنه انه احنا نخليه داخل المجرى الدم، يعني ابره ونحقن هذا الربنان والبرت بمجرى الدم، او عن طريق انه مثل ما قلنا يصور لنا المجرى التنفسي، او اني استخدمه احقن ماده معينه بخليه معينه، او ياخذ لنا سامبل معين، او يستخدمه كناظور. كل هذا يتلخص بالنانو ريبورت، فلهذا يطلقون عليه ميديسن اوف فيوتشر، طب المستقبل. وهنا تنتهي محاضرتنا، وان شاء الله تكون مفهومة بالنسبة لكم.